المرأة إنسان يا أستاذ علاء، تريد من يؤنسها، من يلاطفها، من يثني على جمالها أحيانا، من يثني على إدارة بيتها، من يثني على طبخها. من لها غير زوجها؟ هل لها غير زوجها يقدر وضعها؟ أيام يذهب قبل شروق الشمس، يأتي الساعة 12 على الطعام والنوم. هذا إنسان لا بيحكيها كلمة، لا بيسأل عن صحتها، لا عن أولادها، لا بيسمع لها. أحيانا النبي سمع للسيدة عائشة قصة طويلة كتير عن أبي زرع وأم زرع، وهي حكت عن شجاعته وعن بطولته وعن كرمه، لكنها تأسفت في النهاية، قالت إنه طلقها. قال أنا لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقه. الله فهم المقصود. يعني هي الزوجة تركها أنت 8 ساعات وحدها في البيت، ترتبت، نظفت، طبخت، غسلت، اعتنت بأولادها، الآن تنتظر زوجها. إلى حاجة عند الزوج أستاذ علاء، إلى حاجة، إلى حاجة نعم. عاطفية نعم. ترك العلاقة الجنسية نعم، الحاجة العاطفية هي أهم. هي بحاجة مين يقدرها؟ الله يعطيك العافية، الله يخلي لي إياكي، أنا بلاكي ما بسوى شيء. لك شو بتكلفك الكلمات؟ صحيح. بتلاقي ملأت قلبها سعادة ولو ربع ساعة. أنا عندي قاعدة، إن لم تصغي إلى زوجتك بالحد الأدنى 20 دقيقة كل يوم في مشكلة بنشاء. نعم. ولا كلمة بحاكيها على الجرائد، على الأخبار، على عشاء، على النوم. شو دابة هو؟ مشكلة كبيرة. مشكلة كبيرة. يعني من هنا تأتي خواصر الضعف. يعني أحياناً أنت بالمكتب اتصل فيها الساعة 10، كيفك؟ بخير إن شاء الله، لازمك شيء؟ شو بسمع على الهاتف؟ اتصال. يعني هو الإنسان الحياة كلها ذكاء. يا إنسان يا بيعيش بذكائه يا بإيمانه، أو بذكائه وإيمانه. في آن ما. يعني أيام سافرت. أنت بجي مثلا الساعة 10، طيب صار الساعة 11، خبرها أنا متأخر شوي في سبب قاهر، بتطمنها، إنساني عم بستناك. صحيح. فهو الاتصال ولو هاتفيا. أيام بالسافر خبرها مرتين ثلاثة، أيام ولا هاتف، طيب خبرها مرة، كيفك؟ لازمك شيء؟ كيف الأولاد؟ بخير. يعني عندما لا تجد لهذه الساحة العاطفية من زوجها ما يسقيها، سوف تبحث عمن يسقيها. والله اليوم اتصال هاتفي أنه بحياته ما حكاها كلمة لطيفة، راحت عند الطبيب حكاها كلمة لطيفة تعلقت فيه. لك سبب تعلقها بالطبيب أنه حكاها كلمة لطيفة. طيب هي لازم تسمعها من زوجها الكلمة هي. كلام سليم. أنا أشوف أستاذ علاء، أنا عملي بالدعوة، أنا بتلقى وتنبه إلى مسائل، بتلقى مئات الاتصالات، واضع يدي على المشكلة. يعني زوج لا بيحكي ولا بينطق بكلمة طيبة ولا بيبتسم، وكل قسوته وتجهمه لزوجته وكل نعومته لأصدقائه أو لأهله، هذا زوج لن ينجح في علاقته مع زوجته. وأنا عندي قصص والله تبكي الحجر، والله يندى لها الجبين. أهمال زوجة صالحة مستقيمة مؤمنة طاهرة عم تخدمك، ما لا منك نصيب إلا كلمة طيبة، كلمة سناء، كلمة محبة، تعبر محبتك لها. في مشكلة كبيرة الحقيقة. الزواج فن، والذي يسعد بزوجته، أنا أقول الزواج الحب بيدك، بيدك أن تصنعه صناعة. هنالك مجموعة من الرجال يقولون أنه يعني الرجل لا يفصح عن مشاعره، وإن أفصح عن مشاعره يعني رخى الحبل لزوجته، هكذا أسمع، وبالتالي أنها يعني تصبح تتدلل عليه كثيرا. جواب أستاذ علاء، كثير سهل تكون قاسي، كثير سهل، ما بدأ بطولة، وكثير سهل تكون سهل مسيب الأمور. البطولة أن تقع في حيرة، تحبك إلى درجة مذهلة وتخشاك إلى درجة مذهلة، أن تمسك العصا من نصفها. يعني هو دائما خلينا نوضح التخشاك، التطرف يعني سهل. أن تحترمك. نعم. لا تكن لينا فتعصر. نعم. أو قاسيا فتكسر. إن أردت أن تطاع فأمر ما يستطاع. فأنت حينما تجاوزت حدها سكتت، أعرضت عنها إلى حين، أدبت أنت من دون سباب، من دون رفع صوت. حينما تجاوزت حدها سكتت، سكوتك موقف، انتبهت، رسالة. وحينما تجاوزت أنت حدك معها همدت، ما عاد حكيت، كمان رسالة.
أنا ممكن أبعث رسالة وأتلقى رسالة من دون كلام. صحيح. فلما هي بتتجاوز حدها سكتت، معناه أنت إلك مكانتك وفي خطوط حمراء بحياتك. ولما هي كمان تتجاوز حدها أو تتجاوز حدها معك كمان إلها خطوط حمراء هي. تماما. فأنا لما بشوف في مودة بقابل المودة بمودة، لقيت في تجاوز بعمل طريقة معينة أنه أبلغ رسالة. جميل. يعني دائما التساهل سهل والقسوة سهلة، بينهما يحتاج إلى جهد كبير، ودائما الفضيلة وسط بين طرفين. جميل. إذن الغياب الطويل سبب أساسي كبير في الشقاق الزوجي، وقد ينتهي إلى خيانة أحيانا إذا ما في روادع دينية، ما في قيم أخلاقية، إذا في تربية غير عميقة هي بحاجة. هو في تفلت شديد وغايب عن البيت ليل نهار، بيكون هو السبب. يعني الثناء على الزوجة أحيانا بيكون غذاء لها، فتت للبيت نظيف البيت، الله يعطيك العافية وخلينا ياكي، عملت لك أكل تعباني فيه، أكل طيب، شو هالأكل الطيب، الله لا يحرمني ياكي، لك شو كلفته هي، لك كلفته كلمة، لك والله بتم تحكيها شهر لأخواتها ولا أقاربها. في يعني زوجتك هي، نعم. مين إلى غيرك؟ نعم. مين تستحق المودة غيرها؟ نعم. نعم. لاقي مع الأجنبية بمنتهى الأدب، بمنتهى التواضع، بيثني على جمالها وعلى لبسها وعلى أناقتها، وزوجته قد تكون أجمل منها بكثير ولا كلمة. نعم. أو لأنها أصبحت مألوفة يعني مع العشرة، فلم يعد يلتفت إلى أهمية أن يتحدث معها. دكتور، هل حينما يتحدث مع زوجته يعبر عن حبه كما تفضلت بالثناء عليها بأعباء البيت، هل هو مأجور؟ مبالغة طبعا، مأجور، جبر خاطرة له أجر. اسمع الجواب، ما عبد الله في الأرض بأفضل من جبر الخواطر. من إلى غيرك؟ بده يمدحها موظف بالوزارة، يمدحها، بتمدحها أنت. إذا هي ما تلقى مدح منك منوب، بيجي واحد غريب ما شاء الله، شو هالطول، نادر هالطول مثلا، شو هاللون، دابت معه، لازم تسمع المدح منك مو من الغريب، لازم تلبي لها الحاجة. طب اسمح لي دكتور، هل إحنا إيماننا هش لدرجة أنه لو أنا مثلا كنت سيدة، زوجي لم قصر ولم يعبر عن حبه لإلي، إذا أنا إجا إنسان في الخارج تحدث بكلمة معينة لهذه الدرجة فورا يمكن أنا أن طبعا ما تهي مأسرة يعني أقع في الخطأ؟ طبعا في مأسرة هي كمان. نعم. بس عفوا شوف، يعني هو الحقيقة الإنسان إذا ما طلب العلم، نعم، وما انعقدت له صلة مع الله، بغلط كثير، بصير بتحركه شهواته، فقدوا مصالحه. نعم. الآن العالم يتحرك، يعني عفوا بتلاقي إذا كان مواطن ببريطانيا أخذ أقل من حقه بواحد بالألف، تقوم الدنيا ولا تقعد. يعني عفوا، جلعاد شاليط هذا أسير عند المقاومة الفلسطينية، العالم قام ولم يقعد من أجل أسير واحد، جلعاد شاليط. ونحن قلنا عند اليهود 11800 أسير، ولا كلمة ولا تعليق ولا تنديد ولا استنكار، إلا كلمة دقيقة، لما الإنسان بكيل بمكيالين سقط من عين الله، لا نقيم له يوم القيامة وزنا. يعني عفوا، بيجي زوج مثلا قوي جبار غني وما عنده علم، ما له دارس الفقه والإيمان، بيسخر من أم زوجته، بيسخر منها طول السهرة، أمك ما بتفهم، أمك ما عندها لباقة، أمك ما، طيب ما ساكتة خايفة يطلقها. تاني يوم حكت على أمه كلمة، يا لطيف، بده يطلقها. صار ليش عم تكيل بكيالين؟ ليش؟ أذكر تماما، أجت مرحلة صار في إحراق سيارات في فرنسا من 10 سنوات تقريبا، موجة حرق سيارات، في كراج في 23 بولمان، باصات كبيرة، باصات كبيرة وغالية، كلها احترقت. طبعا المتهم مسلم إرهابي. هذا الخبر انزاع بالإذاعة الفرنسية، أنا إلي طالب مقيم بفرنسا بباريس، قال لي انزاع لي 7 أيام كل يوم 24 مرة، كل ساعة في أخبار، خبر حرق 23 باص بكراج على يدي مسلم، على يدي المتهم مسلم، بس هو مو مسلم. ثم جاء موظف بالكراج بلغ الدولة اللي حرقوا انه صاحب الكراج، طبعا بانه يستبرهم بنوع جديد من الوكالة كله. الخبر اضيع مرة واحدة فقط. الي طالب بالطب مقيم بباريس،
اللي خبر المتهم فيه مسلم بينزع سبعة أيام وكل يوم 24 مرة بكل ساعة. لما طلع المتهم هو الفرنسي هو اللي حرقهم حتى يستبدلهم بباصات جديدة بينزع الخبر مرة واحدة. أخي الكريم لما بتكيل بمكيالين أنت لست من بني البشر، سقطت من عين الله. يسخر من أمه طول السهرة، حكت على أمه كلمة قام عليها الدنيا، وكل ما شايف كل حياتنا فيها مكيالي. نعم والعياذ بالله من ذلك. أبدا. طيب دكتور يعني أعود أيضا إلى قصة المشاعر والتعبير عنها وهي حلقتنا لليوم. أحيانا دكتور يكثر الخطاب الديني من الدعاء نحو المرأة، المرأة لازم تعتني بجوزها، المرأة يجب أن تتزين لزوجها، ويهمل جانب حق المرأة أن زوجها يهتم بها. وهذا خطأ. إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. هذا قول من دكتور؟ أحد الصحابة. نعم. سيدنا عمر يمكن. نعم. أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. نعم. قال إني أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. يا سلام. فهو يعطيها حقها، فهذا أيضا يفترض أن يكون في الخطاب الديني. والله والله أنا بحبك، شو بتخسر؟ شو كلفتك هي؟ الله يخلي لي إياكي، الله أنا موفق فيكي، شو كلفته سيدي هي؟ طب دكتور لماذا بالعموم يعيبون على الرجل العربي يعني وإن لم يكن سؤالا شرعيا أنه لا يعبر كثيرا بينما الرجل الغربي يعني يعبر أكثر؟ سيدي الحقيقة أنه أيام بتفوت الآخرة بلحق الدنيا، أيام راح الدنيا والآخرة. ولما كان فظ ببيته خسر بيته، خسر أولاده سيدي، والابن نقاد كبير كثير. نعم نعم. إذن يبدو أنه كثير من الدكتور هو يبحث عن حقوقه هو فقط دون أن يقدم حقوق الآخر. يعني هي الزوجة مثلا تريد فقط حقوقها ولا تهتم، الزوج يريد حقوق ولا يهتم بالطرف الآخر. غلط. وهذا قد يكون له تبعات وإشكالات. فات للبيت السلام عليكم، يعني بالتعبير العامي الله يعطيك العافية ما شاء الله تعبناك والله اليوم. والله جزء كبير من الرجال دكتور يدخل ينتقد العيوب. إيه؟ مثلا ليش الضوشة طيبة؟ والله طيب الأكل كتير ما شاء الله، عندك نفس بالطبخ جيد. ولو كان يجامل بغير حق دكتور مقبول صحيح؟ أبدا. يعني لو يكون مثلا صادقا مو شرط يكون مضبوط أكلها، بس كانت زوجة جديدة وعم تخبص بالأكل هلا والله طيب أكلك. نعم من باب التشجيع. لك أن تشجيع. جميل جميل. وقلت لنا دكتور هو مأجور في تعبيره عن هذه العبارات. إيه والله. لأنه جبر خاطر أهل بيته. ما عبد الله في الأرض بأطيب من جبر الخواطر. سيدي البن البرأة إنسان ضعيف ومفتاحها بيدك، مفتاحها تسني عليها بما فيها وإلا كذب بصير. نعم. لكن فعلا البيت نظيف وفعلا غرفة النوم مرتبة وقط القعدة مرتبة وعملت لك أكل وصحن سلطة وصحن مقبلات وكاسة مي باردة حاطة لك وعم تاكل. إيه الله يعطيك العافية الله يخلي لي إياكي. وين بدي أنا الأكل؟ شو ما بلاقي مثله برا الأكل. علنا نجد أزواجنا رومانسيين بعد هذه الحلقة دكتور. أذكر دكتور يعني في مقولة أن الإمام أحمد بن حنبل سئل يوما أين تجد العافية، فكان جوابه 19 العافية في التغافل عن الزلات، ثم قال بل هي العافية كلها. تحدث مع فضيلتكم عن فكرة التغافل دكتور. ليس الغبي نعم سيدا في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. هذا المتغافل. نعم. فت للبيت في 10 أخطاء، احكي واحدة بس، تغافل عن الباقي وتغافل على 9، بعد يومين ثلاثة تحكي بثانية، فهي بنعومة بالتدرج بصير كل شيء. أما الأكل مطيب وذوقك مراكز والأساس ممرتب، طول بالك جديدة لساعتها. لا يكون الرفق في شيء إلا زانة، سبحان الله، ولا ينزع من شيء إلا شانه. أحيانا دكتور تكون هي مثلا لنفترض مثلا اهتمت في الأولاد وطعامهم ودراستهم واهتمت مثلا في طعام البيت، لكن مثلا لم يبقى فيها طاقة مثلا لتنظيف إلا البيت. هو المؤمن يعطي كل ذي حق حقه. نعم. مو شرط حقه الكامل بس بعض حقه. جميل. الزوج له حق بزوجته تكون لابسة، يعني شوف شو بصير مع الزوج ماشي بهالطريق كله بتفلت. يعني إذا كان هو غض بصره ضعيف حيشوف مناظر مثيرة جدا، وزوجته بقميصها النوم اللي ريحته بصل
شو عم طبعا زوجك بده حاجات منك. اسمح لي ادافع بده عن الاناقه، ادافع عن السيدات في هاي الحلقه دكتور. احنا متعاون هيك. الله يكرمكم سيدنا، ابدا يعني التلميذ امام استاذ ولا يقف الا احتراما لكم سيدنا. دكتور هي صحيح قميص رائحته بصل، لكن هي حتى تطبخ له ولاولاده الطعام، هكذا سيكون جوابها سيدنا. بس هي دائما اذا بدك الكلام الصحيح، نعم، لما بيجي الزوج اول شيء الزوج له مواعيد منتظمه، هي نقطه مهمه جدا، بيجي تنتين ونص، تنتين وقفت الطبخ، الطبخ جاهز، تروح تلبس تتزين تتعطر، هذا الأصول، أن تستقبله بثوب. لذلك بعض أحكام الفقهاء ما بسدوا سيدي أنت، لا يجوز أن ترتدي ثوبا جديدا قبل زوجها، قبل أن يراه زوجها عليها. نوضحها أكثر دكتور، يعني هلأ هي اشترت فستان جديد تمام للاستقبال عندها مناسبة، إيه لا لازم يشوفه أول إنسان عليك زوجك. سبحان الله، هذا الأدب مع الله. يا سلام، من له غيرها بتعمل حالة بتوب بتطيش عينه، إذا كان ما عنده استقامة قوية، إذا نعم. كان دينه وصل نعم. بتروح عينه لجهة أخرى. نعم. طيب دكتور يعني لو برضو سأعود لفكرة أن أدافع عن السيدات في هذه الحلقة، هيقول لك إحنا مطلوب منا نلبس اللباس الجميل وما تلبس فستان جديد إلا أمامه وتدير بالها عليه وتهتم فيه، وهو يدخل يأكل دكتور طعام ولا جزاء ولا شكورة وينام. مليون مليون واجب تجاه واجباتها تجاه، مليون في عليه. نعم. أولا يحترمها، ما يعنفها أمام أولاده إطلاقا. هل يعنفها أصلا دكتور؟ لا، هو إذا كان في خطأ كبير بده إلا ده غلط، لا مو غلط، لا بده غلط، أنت غلطاني، وهي الدليل، شايف شلو؟ لكن يخلي الحوار السلبي بينه وبينها. جميل. يعني عفوا شو بدي أقول لك، الأثر دقيق جدا، لو فرضنا حبي هجرة ممنوع أن يهجرها إلا في الفراش فقط حتى الأولاد ما يدروا. لو هجرها بغرفة تانية، بغرفة النوم، نام على الديوان وما نام معها، في عنده ثلاثة أولاد، شو في بيناتهم؟ البطولة ألا يكتشف الأولاد ما بين الزوجين، ولن يسأل الأولاد الأب، يخجلوا منه طبعاً. سيسأل الأم يعني طبعاً. يعاتبوها و... وهي بتحكي على أبوهم إياه زغرته، بيحكي على أمه زغرته، غلط كبير. لذلك النبي الكريم الهجران في قرآن وهجروهن في المضاجع. نعم. قرآن. نعم. ليش بالمضاجع؟ حتى الابن ما يدرى. شوفي بالله، سبحان الله سبحان الله، ما أجمل الدين دكتور، حتى في التطرق لهذه القضايا التي فيها جانب عالي من الخصوصية لكن يعالجها ما في زوجين بغاية الروعة بالأرض إلا في مشاكل بيناتهم. نعم. بس يعني بالمية خمسة عشرة ما حتى النبي دكتور عليه الصلاة أبداً والسلام بينه وبين أزواجه كان تحدث الخلافات أبداً، لأنه هو لأنه قدوة إلنا صلى الله عليه وسلم. يعني جاء صحن أكل للسيدة عائشة من ضرتها، قامت كسرت الصحن، كان في يخلع رقبتها، قال غضبت أمكم غضبت أمكم صلى الله عليه وسلم. نعم. الله يفتح عليكم يا دكتور، الناس لا تحتمل مثل هذا اليوم دكتور، يعني الرجال طبعا ليس الجميع، البعض منهم دكتور كما تفضلت فضيلتك يعني ممكن يدخل على البيت ويأكل ولا يشكر وينام، وإذا كان في ذرة خطأ يعني يعيب عليه طول اليوم وينسى عشرات الحسنات الموجودة. هذا المنهج أعتقد دكتور اليوم تشكو كثير من السائل مبات يؤذيهم نفسيا. أنت عطيه، شوف عطيه حقه، بين له إيجابياته، الله وكيلك، تتلافى أخطاء الحالة، الله وكيلك. أنا أخ من أخواني تزوج وأخذ سافرة، هو ما كان في دين غير محجب، أم هو تاب لله ما بتتحجب، قرر يطلق، لا طلق. أنا حطيه طريقة عملها بالإحسان، هي سافرة، أقسم بالله هو صديقي الحميم، بعد شهر ونص غير عند أهله، لابس منطو أسود، هي شاريته ومنديل، الحمد لله الحمد لله بالإحسان. يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها جميل. وبغض من أساء إليها جميل جميل. إذن هذه فكرة التغافل دكتور، أن يرى الإنسان خطأ ويتعمد أن يرى أن يتغافل عنه وكأنه غير موجود حتى لا يؤذي الطرف الآخر وتكون حياة قابلة للتعايش، لكن ألا يكون دوره ناقد يبحث عن الأخطاء؟ لا، هو ممكن يكتب عنده إنه في 10 أخطاء عن زوجتي، نعم كتبهم بدفتره صغير، نعم كل يوم
بيحكي واحد أو بيحكي بكل يومين واحد بس نعومة. في المقابل دكتور هل سيقبل أن هي تحدثه عن أخطائه؟ نعم مثلا نعم. لا يلتزم بالمواعيد أو بالنفقة. هون بقى المشكلة، بطولتك أن تسمح لها أن تنتقدك. إذا بدك تنتقدها بدك تسمع نقدها طبعا. تمام. وهي بطولة، وهي بطولة وجزاء هي. نعم. مثل ما أنت لك عندك إلها عندك حقوق وعليك واجبات. نعم. نعم. أنا بقول يعني هذا كلام أقوله دائما، منصب القيادي، كنت معلم صف. نعم. وكنت مدير ثانوية وكنت وزير، إذا بتسمح للموظف يعطيك وجهة نظره السلبية فيك بتكون ذكي جدا، بتتلافى كل أخطائك. يا سلام. أنا يعني عفوا علمت بالتعليم 40 سنة، أعطي طلابي استمارة اللي شوفي علك ما أخذ عليه هيك. أنا بتعب بالدرس كتير، بحضره كتير، وعمتي لطيفة بحياتي، ما عنفت طالب، ومع ذلك شوفي خطأ بتلقى والله أشياء أنا مو جايب بالي والله. يكتب الطلبة أسماءهم دكتور؟ لا بدون أسماء. حتى يكتب بحرية؟ حرية. تمام. بدون أسماء. تمام. هلأ شغلة تانية، عنا كان ثانوية بالشام، فبفوت الطالب على الثانوية في سؤال بالمدخل، هل صليت الفجر في وقته؟ في تحت كبستين، نعم أو لا، بدون أسماء، ما حدا شايفه، كبس لا. أنا بعرف الثانوية، أنا أسستها، بعرف أنه عندك مثلا 600 طالب 300 مصلين الفجر بوقته والباقي مو مصلين. نعم. بعطي توجيه للمدرسين، احكوك على فضل صلاة الفجر. يا سلام. هل قدمت لإخوتك معونة؟ سؤال ثاني، ثاني يوم. كل يوم سؤال. كل يوم سؤال. والطالب ما به اسماء، في كبسة نعم كبسة لا. أنا عرفت شو وضع الطلاب مع أهلهم. مثلا بطلب من الطالب سيرة ذاتية إجباري أول يوم، بيكتب حياته كلها، بلاقي هندامه مو معقول، يا أما مطلقة لأنه ما بقى أحقد عليه، حذاءه غير نظيف، صدريته فيه ناقصة زرين، بعتها أما مطلقة، ما في حدا. لما بشوف السيرة الذاتية تبعه بقوم بعدين لما بشوفه أنه ضعيف مثلا بالإعراب، ضعيف جدا ويمكن يرسب، يعني أنا هيك كنت أعمل، بعطيه بيت إعراب أنا برم له إياه بحفظه عن غيبة هذا البيت بينه وبينه. فتاني يوم بكتبه على السبورة، نعربه عريب فلان، أم عربه كله ما شاء شفقوله. شو صار؟ رفعت همته، معنوياته، أخذ أولية بعدين بنفس المادة. يا سلام يا سلام. بدك ترفع معنوياته. أنا ضد العنف يا سيدي، العنف لا يأتي إلا بالشر، لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، بعلاقتك مع الزوجة، مع الأولاد، مع طلابك بالمدرسة. أنا بعمل طريقة عاملة بالتدريس بس نادرة جدا، أسماء الطلاب بدفتر، ما كتب وظيفته لا بضربه ولا بقتله ولا بسبه ولا بحكي لأبوه، بحط إشارة عندي قال له أنت إلك عندي تغلط بالسنة بس 5 مرات طول السنة، هلأ أنت استهلكت فرصة. وبقى عارفه أنه خلني 5، بيحاول ما يكون 2. جميل. لا قتلت ولا ضربت ولا سبيت ولا رجفت ولا خانقت أبدا، ولم تقنطها، أعطيته فرصة دكتور للاستمرار. يعني ممكن كل بني آدم خطأ، ممكن تغلط بهالسنة 5 مرات، هل أنت استنفذت فرصة؟ صفي أنت، شو صار 3؟ بقي 2 يا ابني انتبه، إذا صاروا 5 والسادسة فصل أسبوعين من المدرسة، يعني أنا منفذها العقوبة، فصل أسبوعين ببيته بيعود، بياكل قتل من أهله، مو شغلة سهلة. أنا سامح لك تغلط بالسنة كلها، ما جاب معه كتابه المطالعة، إيه؟ إشارة، مو كاتب وظيفة، إشارة، ضرب رفيقه إشارة، يا سلوك يا دراسة. مسمح له يغلط بكل أنواع الأغلاط 5 مرات بالسنة. هل هذا المنهج دكتور يمكن أن نتعامل فيه في التربية مع أولادنا؟ مع أولادك مع الأولاد طبقوا. أنا في البيت كاتب، أنا عندي قالوا الابن عندي مثلا شو بقول له؟ هيك هذا اجتهاد مني. نعم. في درج في مال مبلغ منيح. نعم. كله فراطة. نعم. خود وسجل بس بحس بأنه عنده مصاري. لأولادك دكتور؟ لأولادي. لأولادي. يعني في درج مالي، في درج فلوس درج مسموح ياخذ ما يشاء؟ يا أبدا بس بسجل. نعم. أنا واضع مثلا 1000 ليرة، 25، 50، تمام، في 1000 ليرة وفي أقل وفي 5 ليرات مع عوض من 1000، يعني بياخذ 5 بياخذوا 5،
بقى كتب انه فلان اخذ 5، ما عندي مشكله، المبلغ دقيق وفي دفتر اكتبه، ما بقى في بيسموه فجعه عين يعني، خلص ما عنده قلق على الحصول على المال، مال موجود. جميل. بس اكتبه شو صار. طب هل يمكن ياخذ اخ اكثر من اخوه دكتور ولا بيكون في سبب، ولا في نهايه الشهر انت توزن الامور؟ في عندنا عدل وعندنا مساواه سيدي. تمام. عندك ابن بالجامعه يقينا بده اكثر من المدرسه، وعندك ابن بالابتدائي. جميل. بده 4 أضعاف بده. جميل. هذا سيدي في عندك عدل ومساواه، العدل غير المساواه. نعم. العدل بتتفاوت. نعم. الشيء يعني بكافئ حاجته، هذا العدل. جميل. المساواه بالتمام. جميل جميل جميل. هذا الاشباع العاطفي دكتور بيغيب عن بيوتنا والله. الدكتور بعلم النفس يعد احد 5 علماء نفس بالشرق الاوسط، استاذنا كان علمنا 2 سنين، له كتاب اسمه علم النفس التربوي. نعم. بيقلنا كلمه من منطلق علمي فقط فقط فقط، اذا ما بتضم ابنك باليوم 20 مرة بتكون قصرت بحقه، غير الاكل والشرب والنظافه والترتيب والمصاري، بده يحس بعطف، هذا غذاء القلب. لأي عمر هذا دكتور يعني يبقى؟ هو صغير طبعا، مو هو شنتير يعني لاعب هو 7. نعم. من 1 لـ7، أدبه 7 وراقبه 7، ثم اترك حبله على غاربه، صار صديقك. صار يا سلام. من 1 لـ7 بس ملاعبة، قتل ما في، بس ملاعبة لحد يحبك. هلأ من 7 لـ14 كذب، في مشكلة، كذبنا عليك في توجيه. نعم. وحرمته من الخارجية يوم بكامل. هلا بعدين نصيحة، صار صديقك، لاعبه 7 وأدبه 7 وراقبه 7، بعدين انتهى، بتعامله كصديق. النماذج اللي ذكرتها فضيلتك جميلة جدا، لما يعتقد الأب دكتور أنه دوره في الحياة لا يقتصر على الرعاية وتأمين المستلزمات المالية، وإنما على جوانب كثيرة، فجزء منها هذا الإشباع العاطفي، إذا الإبن يقلق من قلة المال أنت وفرت له المال، يقلق من كذا. أنا سأعود إلى الحديث اللي بدأنا فيه الحلقة دكتور، عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما رآه أحد الصحابة يقبل الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال من لا يرحم لا يرحم. تعليق فضلتكم دكتور. تعليق. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم، يخطب على منبر يوم الجمعة، رأى ابن ابنته الحسن يمشي ويتعسر، يمكن ما بيسويه خطيب بالأرض، ينزل من منبره يحمل الحسن على يده ويتابع الخطبة، مين بيسويه هلأ؟ هكذا كان سيدنا عمر، الأطفال إذا رأوه خافوا وتفرقوا. ماشي مرة بالطريق في أطفال يعني بعاد عنه، لما رأوه تفرقوا إلا واحدا منهم، قال له يا غلام لما لم تهرب مع من هرب؟ قال له أيها الأمير لست ظالما فأخشى ظلمك، ولست مذنبا فأخشى عقابك، والطريق يسعني ويسعك. الله الله. دخل على عبد الملك ابن مروان وفد الحجازيين، وفد الأمة الحجازيين، هو بالشام، والحجاز يعني مكة والمدينة واليمن. تقدمهم غلام لا تزيد سنه عن 10 سنوات، فالملك انزعج جدا، قال له أيها الغلام اجلس وليقم من هو أكبر منك سنا. فابتسم الغلام، قال له أصلح الله الأمير، المرء بأصاريه قلبه ولسانه، فإذا وهب الله العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام، ولو أن الأمر كما تقول لكان في الأمة من هو أحق منك بهذا المجلس. قال له أصابتنا سنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة دقت العظم، ومعكم فضول أموال، إن كانت لله فنحن عباده، إن كانت لكم تصدقوا بها علينا، إن كانت لنا فعلام تمنعوها منا. قال والله ما ترك هذا الغلام لنا في واحدة عذرا. لما الطفل بيحس إنه له شخصية، الأب يسمع له. أنا بتمنى ما يعاقب أب ابنه أمام أخواته، بتمناها أمام أخواته مرة وأمام أصدقائه 100 مرة ما يعاقبون، شيء خطير.
رفيقه اكل قتله بحكيها لاهله سريع عليه فيه ابدا بدك تعاقبه بينك وبينه على انفراد. والابن يحتاج الى غير الاكل والشرب واللبس، يحتاج الى عاطفه حاره. ضم الابن للصدر شيء لا يصدق. علماء النفس ما له علاقه بالدين اطلاقا. لازم تضمه باليوم ابنك 20 مره للصغير طبعا. نعم. لحس انه في أب في اب رحيم. اذا الصغير يضم دكتور، الكبير كيف نعبر عنه؟ عن يقبل. نعم. من راسه يقبل. يمكن بحاجه الى جلسات نقاش طبعا مثلا. طبعا طبعا يعني تسمع له. نعم. اللي كلمه بقولة ان شاء الله اكون بس دقيق فيها. اذا الابن عفوا اذا الاب ما عنده وقت يقعد مع اولاده ولا دقيقه، لو لبسهم اغلى لباس واطيب طعام هذا نعم. مو اب. نعم. أهم من كل اللباس والطعام والإنفاق والبزخ عليهم. نعم. أن تجلس معهم الحد الأدنى ساعة باليوم. باليوم يعني أكل دكتور في ناس في الأسبوع لا يجلس مع أولاده ساعة. وجبتين طعام. بعرف أخ وصل لمرتبة عالية جدا بالدولة. نعم. الساعة تنتين الأكل من 20 سنة لا يمكن يتخلف حدا عن الطعام ساعة. مال اثناء الطعام انت اثناء نعم الطعام. نعم العائله كلها. طب شو حكى الاستاذ اليوم؟ شو قال لكم بدرس الديانه مثلا؟ هيك حاور ابنه يسمع. نعم. خلي يحكي لك شو حكى الاستاذ. نعم نعم دكتور في قصه الاقرع بن حابس النبي عليه الصلاه والسلام اعتبره لا يملك رحمه. طبعا يعني وهو لم يرتكب سوءا لكنه فقط كان جافا انجاز التعبير في تقبيل اولاده. الابن بحاجه الى تقبيل ابوه. نعم. كحاجته للطعام والشراب والنوم. يا سلام. حاجه اساسيه. يا سلام يا سلام. اذا الدين لابد سيدي. اذا الدين يحث صاحب القلب القاسي الدكتور ان يغيره. نعم نعم. طيب دكتورنا الكريم يعني بعض الاباء يرى كما كنا نقول قبل قليل دوره يقتصر فقط على الرعايه الماليه، هل ترى انه ادى رسالته كامله اذا انفق فقط ولا ادى شيء منه؟ مع انه انفق دكتور وبيشتغل ليل نهار عشان يامن يعني مستلزمات الحياه الصعبه. في كلمات قاسيه كثير سيدي. قبل ما تشتغل وتطعميهم ربي اخلاقهم، عرفهم بالله، عرفهم بالاسلام، اطرح السلام بس فوت البيت. نعم. الله يفتح عليكم يا دكتور، الله يفتح عليكم للكلام الطيب الكلام الجميل. طيب الدكتور الكريم ايضا يعني ساذهب في قضيه التعبير عن هذه المشاعر عن هذه العاطفه للحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ان اعظم الصدقه لقمه يضعها الرجل في فم زوجته. طبعا. لماذا لهذه الدرجة الدين دكتور يريد هذه المشاعر القريبة بين أبناء وأن العائلة؟ وأن تضع اللقمة في فم زوجتك هي لك صدقة. شو الزوجة؟ لك لقمة من إيدك ما بتنساها لشهر. هو الأكل صناعتها. إيه؟ لكن هو يطعمها. إيه إياه. يعني عفوا ما أجمل هذه الضيفة. عطين لحمة مثلا هي أكبر من عطيها الكبيرة هي من شاني بتاكليها. إذا في قطعة كذية من شاني بالزور شو بيخسر فيها؟ ويضعها بيده في فمها. بيده نعم. وأن تضع اللقمة في فم زوجتك هي لك صدقة. أمام الأولاد دكتور؟ إي أمام الأولاد. ها هو نقطة دقيقة. لازم الابن يشوف إنه أبوه بيحب أمه. سيخجل دكتور الأب وستخجل الأم. لا ما في شيء بالعكس هذا خجل ما له مبرر. هي أمكم. هي قرة عيني أمل حياتي. طب ليش مش ماشي الامور مع رجالنا دكتور؟ ما حد بيطعمي زوجته ولا يعني في خطا كبير. لازم الابن يشوف محبه امه لابوه محبه ابوه لامه. هو اليوم ياكل اكلها دكتور بدل ما يطعمها يعني. الله المستعان. ما اجمل الدين دكتور يعني. والدنيا اذا اجتمعت. صحيح صحيح. لكن اقصد لا من ينظر الى حقوق الرجل تشعر وكأن كل الحقوق له، من ينظر الى حقوق المراه يشعر ان الاسلام اهتم بها وحده. هذا التمازج الجميل بين حقوق الرجل والمرأة في الإسلام دكتور يولد عائلة فعلا مستقرة مليئة بالعاطفة. لكن يبدو إحنا بعيدين شوي دكتور عن تطبيق الدين وبعيدين حتى عن فهم هذه القضايا. سيدي واحدة تطبخ لزوجة 50 سنة ما سمعت كلمة ثناء إطلاقا. في مرأة فتح أم لقى في تبن بالطنجرة ما سمعت منها كلمة بحياتي. لا تلام لا تلام. يمكن لما تموت يترحم عليها يقول كانت كويسة يعني، لكن في حياته لم يسمعها كلمة واحدة دكتور. دكتور أنا سيدي إلي صديق توفيت والدته. الوالدة توفيت في 85. نعم. وأبوه 95. يا سلام. أنا عزيته طبعا صديقي الحميم هو. نعم. عم خفف عنه قام بكي الأب. لا لا, لا عفوا. لفت نظري إنه أب عم يبكي على مرته الميتة بال 85. نعم. أشوف بال 17 ماتت. 85. سبحان الله. فأنا عم أحاول إنه خفف عنه قام بكي. قال لي والله 55 سنة
ما نمت يوم زعلان منها. يا سلام يا سلام. 55 سنة يا سلام. هذا البيت الإسلامي. يا سلام يا سلام يا سلام. الله يفتح عليك يا دكتور. طيب دكتورنا الكريم، خطورة غياب هذا الإشباع العاطفي ووجود البديل ألا وهو الفراغ العاطفي، خطورته على العيلة، على الأولاد، على الزوج، على الزوجة دكتور، ما هي خطورته؟ بيصير سيدي بس يكون في بيت مادي، لو طعميته أطيب أكل بياكل وبيرفس الابن. نعم. لو لبسته أحلى ثياب. بتعلموا الآداب، أدبوا أولادكم وأحسنوا تربيتهم، أدبوهم. الأدب شيء مهم. أيام الابن ما بيحكي قدام كبير. نعم. ما بيعود، لا تمشي أمامه ولا تجلس قبله، من آداب النبي الكريم. نعم. للآباء. نعم. طيب دكتور، أيضا أنتقل مع فضلاتكم لقضية مربوطة في عدم قناعة كل طرف من الأزواج إلى الطرف الآخر، وأعتقد جزء منها دكتور قد يكون مربوط بالبصر. أطرح هذه الفكرة انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما تعنى به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. دكتور، الرجل مرات الذي لا يرى بعيونه جمال زوجته، يعني ما المشكلة تكون؟ أنا والله عندي جواب بس مو مقنع. لما الرجل بغض بصره عن مرأة لا تحل له يهبه الله محبة زوجته. والدليل يقول النبي الكريم: الحمد لله الذي رزقني حب عائشة. إذن هو رزق من الله. رزق من الله، هذا الرزق، تحب زوجتك، لكن حلالك. لكن الطريق لإله أن تبتعد عن الحرام وتغض بصرك. حتى أنا ما بصدق إنسان غض بصره عن محارم الله ما كان محبا لزوجته. يا سلام، هذه المكافأة. والذي يطلق بصره دكتور دون غض ما بتعجبه زوجته، لأنه أخذ من كل واحدة، كانت أجمل النساء، أخذ من كل واحدة، أخذ من واحدة الطول والثاني اللون والرابعة الشعر، ما بقى تعجبه زوجته. رسم صورة ما لا وجود صورة، يعني أخذ من واحدة طولة من ثاني لونها من رابعة شعرها، جمعهم بواحدة بخياله، فبصير يقارن طبعا، وبالتالي لا يقبل بما لديه، وبالتالي لديه جفاء عاطفي. يعني غض البصر في آية قرآنية، مو غضو حديث شريف. نعم. قل للمؤمنين يغضوا، هذا غض البصر له ثمار بالبيت لا تعد ولا تحصى. طيب في المقابل دكتور، بعض الزوجات لا ترى من زوجها خير، كما جاء في الحديث عن اللواتي يكفرن العشير: ما رأيت منك خيرا قط، مع أنه هو يقدم لها كل شيء دكتور. لماذا؟ هل لأنها تنظر أيضا لما عند غيرها من النساء؟ معتمد بن عباد هذا كان ملك الأندلس، وكان من أقوى ملوكه، لكن إجا ابن تاشفين نزع عنه الملك وصار فقير. فلما كان ملك عنده زوجة ولادة اسمها، طلب، هي اشتهت حياة الفقر، طلبت تدوس على الطين، جاب لها مسك وعنبر وماء زهر، جبلون، قال لها هذا الطين تبعك. فافتقر، نزع منه الحكم وصار فقير. أم قالت له مرة: لم أرى منك خيرا قط. أم قال لها: ولا يوم الطين. الله. يكفرنا العشير سيدي، النساء العاديات مو المؤمنات، يكفرنا العشير. الرجل الذي لا يقنع بزوجته، أرشدتنا دكتور، لن يقنع بامرأة أخرى. نعم. هو يطلق بصره بدون طبعًا ضبط. طبعًا. والمرأة التي لا تقنع بخير زوجها معناته هي أيضا تطلق بصرها على نعيم غيرها من النساء. طبعًا طبعًا. وتقارن زوجها عملها زوجي ما عملها ما شابه. أحيانا يعني بيكون في حديث بدك قد يكون ضعيف. نعم. إحنا في عنا على الغض آية مو حديث سيدي: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، شوف، ويحفظوا فروجهم. شو علاقة الكلمتين؟ يا سلام. طريق حفظ الفرج غض البصر. الله. طريق حفظ الفرج غض البصر. جميل جميل جميل. وقل للمؤمنات يغضن أبصارهن. نعم. نفس الآية سيدي. نعم. نعم نعم. كلام طيب وكلام جميل، الله يفتح عليكم يا دكتورنا. دكتور، في ختام هذه الحلقة، ما هي رسالة فضيلتكم حتى، يعني خاصة عفوا، لمن يملك محبة لكنه لا يقبل أن يعبر عنها، ماذا تقول له دكتور؟ المحبة موجودة لكن ما بيقول له كلام النبي. ماشي، النبي جالس مع أصحابه، مر شخص قال أحد الصحابة: إني أحب هذا الرجل. نعم. قال له: هل أعلمته؟ قال له: لا. قال له: قم فعلمه. الله. معنى المحبة بالقلب موجودة لكن لازم تحكي. بدك تحكي، سمعها باليومين ثلاثة كلمة، والله الله يخلي بيهاكي بس هالكلمة. دكتور كثير عرجال باليوم مرتين ثلاثة، أعطي واجب أسبوعي ثم واجب يومي. عملك باليومين ثلاثة. أيوة. دخيل باليوم مرتين. واجب أسبوعي ثم يومي دكتور. باليومين ثلاثة سيدي. باليومين ثلاثة. الله يرفع مقامكم يا دكتور ويزيدكم علما ويبارك في عمركم يا دكتورنا جليل. نختم حلقتنا بالدعاء ونسأل الله القبول. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا،
وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك. احقن دماء المسلمين في كل مكان، واحقن دماءهم في الشام، واجعل هذا البلد آمنا سخيا رخيا وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.